احنا بالوزدات دونك ما نحن نخاف من حتى واحد دونك ماشيين نلعبوا ماتش تاع تشامبيونز ليغ اكيد جدا وانه مقابله باش تكون معناها في المستوى ان شاء الله باش تكون اكيد جدا تكون صعيبه لانه هذا اول مباراه في البول والحاجه الباهي لازم تبدا مليح باش نكملوا مليح ان شاء الله بون ثمانية من اللاعبين اللي كانوا في الشان اكيد جدا شويه تم شويه فاتيك تم شويه ديسيبسيون تعرف نتاع الاخرانيه نتاع الفينال ولكن الحمد لله عنا لو طون دو معناها باش نجهزوهم للمباراه هذه وان شاء الله يكونوا في الموعد. المباراه باش تكون صعيبه اكيد جدا وانه كنت ضد الزمالك فريق كبير طبيعه لازمنا نكونوا مركزين اكثر لازمنا نكونوا عندنا موتيفاسيون اكثر دونك ان شاء الله ربي معنا. عامل ايجابي اكيد جدا هذوما ملاعبيتنا مش تسلفناهمش نحن هذوما ملاعبين نتاعنا بعثناهم وجاو رجعونا فهمت دونك اكيد المشكل بتتر الشارج نتاع التعب الشارج نتاع التعب ممكن ولكن الحمد لله انا لو طون معنا باش نعملوا لي موان دو ريكوبيراسيون معاهم وكيف كيف سي البلان مونتال انا لو طون باش نحضروهم واكيد زاد الافاده هذوما ملاعبيتنا جروب كامله نحن. هذا البرنامج برعايه شركه بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.